مرحبا، كيفك؟ طبعا عاملين قفل اليوم ببلاش بالسيتي مول، عم نعمل تحليل الاشخاص لشخصيتهم حسب خطهم. تفضل دقيقه كرمال تنعمل شيء. بدي منك تكتب جمله وبدي احلل لك شخصيتك. جمله بتقول انا شو عم بعمل هلا بحالي. خلينا نحلل. قل له مبين عندي من الميم تبعك، من الميم، حرف الميم شفته؟ ايه هذا مثل مثل قرعته بتحسه، هيدا بتحسه يعني كيف بدي اقول لك، فرق ما في شيء يعني. كيف بدي اقول لك، مثل قرعته، طلع قرعته، فرق ما في شيء. حب دائما تجدد، تجدد ب ايه كفي بايدك هيك، تجدد كفي كفي يعني، جدد 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 يعني. انت كيف بدي اقول لك يعني، حب كثير جدد اكثر يعني كرمالتها. ايه كفي، كبرها جدد يعني، جدد افهم كيف يعني، كيف واحد جدد من ما في بدنا هوا يا زلمه. خطك جالس بالحظت لان عندك ثقه بحالك يعني. مثلا هلا انا اذا بقوم بغمرك انت ما بتعمل شيء يعني، مثلا تعطيك هون انا بقوم بغمرك هلا انا ما بتضايق. قوم بغمره حلمسلو على شعراته، حلمسلو على شعراته عادي. بتذكرني باختي، ذكرني باختي. بونجور. بلاش عم نعمل عاملين اوفر بالسيتي مول هون، بنقدر نحلل لك شخصيتك لتعرفي حالك ايه من خلال خط ايدك. عبالك تجربي ببلاش. بدك تقعدي معنا دقيقتين؟ اوكي. تدفعي لي؟ لا بدك تقعدي انت هونيك لانه كرستي ما بخلي حدا يقرب عليها. اوكي؟ طيب جاهزة؟ جاهزة. لغة بتحبي؟ بتحبي تكتبي بالعادة؟ اكره النساء اللتين يرتدين اللون الاسود. اكتبي اكره النساء. ليش؟ ما بعرف طلعت. طلعت ها؟ اللواتي. اللواتي. ايه يرتدين الثياب السوداء. مش قصدي انت، ما هي الجملة بس طلعت معنا. طيب اوكي لنشوف خطك شو. نيا نيا ماشي. طيب اكتب بالفرنسي بلكي هيك احبطني. اكتبي جيم با ان سيفون فون فون. جيم با ان سيفون فون فون. بعد سبعة فون فون. بعد سبعة فون فون. فون 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 فون. لازم تخلص بي بعد واحد فون. عندك مشاكل اسهال؟ اولى اولى يلا بدي انت بتعرفي تكتبي تشاينيز؟ لا دي مدي اسمك دي. هلا تحت مريضك بليز اكتب تحيات اولادي عندي شغله. ما بتاخذ معك دقيقه. كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي. كيف نبكي نبكي من ذكرى حبيب. اذا ما بتكتبها منيح لانه في قصاص يعني. شوفها صح. حبيب خلينا لهون من ذكرى حبيب. يلا يلا خلينا لك، خلينا تقلك شو. اوكي مبين عنده ان انت مستعجل. مبين عندي من كيف انت كاتب بسرعه ان انت مستعجل، هيدا واضح. لكن واحد في استعجل. اوكي اثنين، خلينا نحلل كيف انت، لانه الكاف هي شغله كثير مهمه. عندك كاف اثنين ثلاث كافات بالجمله كمان مستعجل. كل كاف كتبها بغير طريقه يعني انت مستعجل. وحيات الله بقول لك مستعجل مثل تذكر وكذا. جرب مين ناطرك؟ طلع شاب صاحبي بده ياخذ. قول له طلع باخر كلمه، طلع باخر كلمه هون. ذكرى. قول له هي بتبين انه في حدا شاب ناطرك صاحبك. هيدي بتعرف شو بتبين لي؟ اللي انا بقدر من ورا الجمله حل الخط انه في حدا ناطرك. شاب صاحبك ناطرك. وانت مستعجل هون الشرطين عشان اكيد منه. بسرعة لازم تعجل تروح عند الزلمة. لازم انا بقدر احلل الخطوط. جيب لي اسمك. جيب لي تحت كلام الناس لا بيقدم ولا اخر. يلا بالعربي هلا اكتب لي كلام الناس وغنية لا بيقدم لا بيقدم عمول ترارارارام ترارارارام ولا يأخر. لا خلي لازم يكتب ترارارارام واكتب لي ترارارارام 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 لام. ايوه
اوكي من خطك مبين انه بدك تمارين لصوتك. لا لا الحقني جرب. لا صعبة صعبة. قول له هيني هيني هيني. قول له ليك لانه انا مثل البقرة اجمالا بعمل. تذكر بنخورك وجرب. عظيم عظيم كثير منيح كثير منيح. هلا خليني افسر لك عن خطك كيف هلا بالعربي. عمول فريز ما تتحرك اوعى تتحرك. اليوم بلشت والله هيك انا بتوقف بالزعزول الصبح بتوقف. ما ترد عليه ضلك مطلع زيت المحل. ما ترد ضلك فريز ضلك فريز هيك فريز. عم حاول استوعب الكتيبة. فريز. عشان تبع الطاولة ونام. حلو. شان خير. سوري قاعد هون بالشوات. كتير شوب.